حمى الإهمال الحكومي في العراق يتنقل من محافظة لأخرى ويتغلغل بين مدنها ومناطقها المحلية منذ الغزو الأمريكي عام 2003 هنا في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، حيث الصورة واضحة تظهر مدى الإهمال الموجه الذي تتعرض له المنطقة من قبل الحكومات المتعاقبة، فلا خدمات أساسية ولا حد أدنى منها، فالمنطقة كما يقول أهلها غير مؤهلة للعيش، ما جعلها تحتل مركز الصدارة من حيث التلوث البيئي في محافظة البصرة. تعاني من أبشع حالات الإهمال، الإهمال الموجه وليس الإهمال غير الموجه. النفايات وحرقها داخل هذه البيئة وانتشار المستنقعات والمسطحات المائية. سكان منطقة القبلة يعانون غياباً للخدمات الأساسية المتمثلة برفع النفايات وتعبيد الطرقات وتوفير المشاريع الصحية والبيئية، وطلباتهم للمسؤولين لا تعدو كونها مطالب طبيعية بعد احتلال القبلة الصدارة في عموم البصرة من حيث غياب الخدمات وتراكم النفايات. يقول تجي بلدية، ماكو بلدية، كلش ماكو. يقولون باكر تجي بلدية، لا بلدية هاي صار الزبالة وصلت للشارع، احنا نحرقها. شوف هاي شفتها. المواطنون هنا هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية ضد المسؤولين بعدما أعطوهم مهلة لأيام. تصعيدهم سيكون ضد ما يخشى المسؤولون، وهي العملية الانتخابية، بأنهم سيقيمون الاعتصامات وسيغلقون المنطقة انتخابيا لمنع دخول أي سياسي ومرشح لها قبل حل مشاكلهم. تظاهرنا وننتظر استجابة المحافظة إلى يوم الثلاثاء، بعدها سيكون لنا حديث آخر. سيكون لم يكن هناك اعتصام تظاهر في القريب العاجل، بل سيكون اعتصام وإضراب وجعل المنطقة القبلة مغلقة انتخابيا، لا سياسي ولا أيكيا ولا أي مرشح يدخل القبلة ما لم تلبي الحكومة المحلية مطالب القبلة بمشروعها المتكامل. وريثما تنتهي مهلة أهالي القبلة للمسؤولين، ستكون المنطقة مقفلة أمام كل مرشح ومسؤول لا يزورها إلا فترة الانتخابات، يكتفي بإطلاق الوعود التي تعودها عليه الأهالي، على خطوتهم هذه تحرك ماء الحكومة الراكد.